ليونيل ميسي. نعم، وللمرة الأولى في تاريخ هذه البطولة لاعب واحد يحقق جائزة أفضل لاعب مرتين بعد عام 2014، يأتي الآن ويحقق اللقب في هذه النسخة لتصبح الأمور للمرة الرابعة يفوز لاعبا أرجنتينيا بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم. ماريو كيمبس في عام 1978 ودييغو أرماندو مارادونا في عام 1986. ليونيل ميسي فاز باللقب في عام 2014 وحل وصيفا اليوم. اختلف المشهد قبل 8 سنوات من الآن عندما استلم جائزة أفضل لاعب، مر بجوار الكأس وقد كان يحق له أن ينظر لها، اليوم يحق له بأن يقبل هذه الكأس وسيحملها بعد لحظات. جائزة أديداس للكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس